نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه أبرز العناوين. في اجتماع مع بودن وجف القيس سعيد يشدد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة بخصوص فاجعة جرجيس. الطبيب يعلن عن خوض المعركة الاجتماعية من أجل العدالة الجبائية. وفي اجتماع نادر بالرباط العاهل المغربي يبحث مع غوتيريس ملف الصحراء الغربية. أهلا بكم في التفاصيل. انتظمت على امتداد هذا الأسبوع بعدد من جهات البلاد حملات تحسيسية وتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية وغسل الأيدي في الوسط المدرسي والجماعي بمشاركة المصالح المختصة بالوزارة بالتعاون مع الهيكل المتدخلة من الوزارات والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني بالجهات. وتضمنت هذه الحملات أنشطة تحسيسية وتثقيفية متنوعة للتوعية بأهمية النظافة وغسل الأيدي بالوسط التربوي للوقاية من الأمراض على غرار بكتيريا شيغيلا. وشملت الحملات التحسيسية في مرحلة أولى ولايات بن عروس وبن زرت ونابل وباجة ومنوبة وجابس وصفاقس. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة نجلة بودن ووزيرة العدل ليلى جفال، وتناول اللقاء جملة من المواضيع والملفات من بينها على وجه الخصوص الأبحاث الجارية المتعلقة بفاجعة جرجيس، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة خاصة بعد تعزيز الفريق المكلف بالبحث على المستوى المركزي وبولاية مدنينة. وأكد رئيس الدولة أيضا على ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقه. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعمالة التربية أمس أن الاتحاد لن يسمح بأي مس من الحريات وحقوق الإنسان، وأنه لا مجال للعودة إلى تكميم الأفواه أو محاكمة الأفراد على مواقفهم أو آرائهم. وأكد الطبوبي حسب ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل أن المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا حرجة للغاية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحملها، مشددا على أن المنظمة الشغيلة مستعدة لكل المحطات القادمة وأن النقابيين مستعدون للخروج إلى الشوارع في صورة تواصل المس بالمقدرة الشرائية. وفي ظل غياب العدالة الجبائية بين التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافا واستغلالا في الجباية وعدم قدرة الدولة على التصدي إلى التهرب الجبائي والظلم المسلط على الأجراء. وأكد الطبيب أن الاتحاد سيطالب بالتخفيض الجبائي ولن يسكت عن الحيف الذي طال الأجراء. وجدد الطبيب قوله بأن الاتحاد مستعد للمحطات الاجتماعية القادمة وسيخوض المعركة الاجتماعية وسيكون عنوانها الدفاع على العدالة الجبائية، وسيطالب بمراجعة جدول الضريبة والتخفيض في نسبة الضرائب التي يدفعها الأجراء عكس الفئات الاجتماعية الأخرى، مؤكدا أن معركة الجباية ستنطلق بداية من التجمع العمالي للنقل يوم 30 نوفمبر، وسيكون شعار المرحلة العدالة الجبائية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رمطان العممرة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري مبعوثا خاصا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس الدولة. وتطرقت المحادثة إلى روابط الأخوية الوطيدة القائمة بين تونس والجزائر والحرص المشترك على مزيد تدعيمها وفتح آفاق واعدة للتعاون وفق رؤى وتصورات جديدة، فضلا عن تعميق الحوار وتكريس سنة التشاور المتواصل وتنسيق المستمر. ومثل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر ولاستعراض جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دوليا، بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس ملف الصحراء الغربية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اجتماع نادر عقد في الرباط يوم الأربعاء الماضي.
وأكد العاهل المغربي على الموقف الثابت لبلاده لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة. من جهتها قالت الأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام وجلالة الملك ناقش الوضع في المنطقة وخاصة في الصحراء الغربية دون الإدلاء بتفاصيل إضافية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في اجتماع مع بودن وجفال، قيس سعيد يشدد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة بخصوص فجاعة جرجيس. الطبيب يعلن عن خوض المعركة الاجتماعية من أجل العدالة الجبائية. وفي اجتماع نادر بالرباط، العاهل المغربي يبحث مع غوتيريس ملف الصحراء الغربية. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام. لكم أجمل تحية، سهم حمدي في أمان الله. أول مدرسة